الحدث، صوت الإثارة، صوت التسويق، صوت الحرارة، صوت أحماء من الحرارة، صوت ناري، صوت الأبطال، صوت الخيول الكبار، الجوارح، كل المجنزرات. المرتبة الأولى في آخر المشاركات هنا على ميدان كفر مندا. برافق البريق صاحب إنجازات ودائما بمجموعة الخيول القوية، حصل على العديد من المراكز الأولى والمتقدمة في السباقات المهمة. برافق البريق البرق البريق المنحدر من سلالة بريق الأمل. هو أيضا بريق مع محمد الحجيري، محمد الحجيرات ابن بريق الأمل والأم عبيان للمالكين أكرم ومحمد الحجيرات. أيضا الفحل بلاك ديسبيرادو، مشتاق صاحب مشتاق ابن الفحل بلاك ديسبيرادو والأم بنت الوزير المالك أبو أسعد والمدرب أيضا الخيال عبد الله. ها هو شيخ ذات اسم غيري، المدرب أحمد زعرورة كفر مندا مع الخيال سالم العقبي. بطل الغرفات وكفر كنا يأتي هنا ليحصل على بطولة كفر مندا. ما شاء الله شيخ البدو، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا قوة إلا بالله. معنا أيضا حضور الفودي من الريري مع براق البرق ابن صح البرق البريق. برق البريق هو ابن بريق الأمل وموهر. براق البرق الله مزيج من عالم الجمال والسباقات. براق البرق للمدرب فادي فودي مع خيال ظنور. هو سلطان المدين، هو بريق بريق ابن صح البريق الأمل والأم عبيان مع سامح خياله على الرفات. إذا باقة ولا أزمة. رائد مختار الفانتوم، طمراوي سلطان المدين، بريق بريق وشيخ البدو. أسماء شباب بلاش تغلبونا منظمين، رجاء السباق منظم 100%. زي ما أنا معروف اللي مالوش شغل يخلي الميدان حبايبنا. المنحدر من سلالة الفحل في إسبرادو، البطل العالمي المعروف بعالم الجمال ابن فحل ابن فحل ألون ابن منية ابن إمبريا المدين ابن منية النفوس، بطل في عالم الجمال والسباقات أحمد أبو جبل على صوت سلطان المدين. الأمية أفريكان سلطانة، أفريكان سلطانة هي بنت أفريكان فانتازيا بنت الجلال الفراز، والأم والأب هو إم إتش ويستون ابن مسكات، والأم كيموسيلي بنت كيموسابي. سلالات رائعة تتلألأ وأسماء الرنانة تذاع هنا على إغرفات على صوت بريق بريق ابن الفحل بريق الأمل ابن البهير، والأم هي الصخرة بنت أمال أشهر من نار على علم منتجة الأبطال، أم بريق الأمل صخرة بنت أمال
أما البنت أمير البادية مسللات رائعة عديدة أنجزت عبيان العديد من الأبطال على رأسها عبيان وفبيان وبريق بريق للمالكين أكرم ومحمد عجراتة هو شيخ البدو صاحب البطولات شيخ البدو ابن فحل فانتوم أونيل ابن الإمبريال إميدل والأم الصخرة فانتوم أونيل ابن الإمبريال إميدل المنحدر من أنساتا إمبريال والأم داليا شيخ البدو ينحدر من سلالة الصخرة بنت أمال أم الفانتوم والأم هي لولا بنت تريبل كراون تريبل كراون ابن الانديان جولد وسلالات عالمية رنانة طمراوي قنبلة الموسم بالأعوام السابقة طمراوي ابن الفحل أيضا فانتوم أونيل كما أسلفنا ابن الامبريال إميدل والأم الصخرة بنت أمال طمراوي صاحب الإنجازات والبصمة العريقة في عالم السباقات طمراوي ابن الأم هدى بنت تريبل كراون خط دم شبيه بشيخ البدو طمراوي ها هو أيضا الحصان السلالة ابن الفانتوم أونيل بطل البلاد المعروف والأم دبليو فيكتوريا دبليو فيكتوريا المعروفة بطلة سباقات شهد لها ميدان برديس حنا دبليو فيكتوريا بنت الفحل ام اتش ويستون ابن موسكات ابن بترون ابن بترون والام كيمو سيلي بنت كيمو سابي اذا ابناء الفانتوم ثلاثة يختلفون بالامهات شيخ البدو وطمراوي امهاتهم بنات تريبل كراون مختار الأرض تهتز هنا تحت حوافر وجحافل هذه المنجزرات وهذه الأبطال والخيول أصحاب البطولات مشتاق براق البريق الرائد مختار الفانتوم طمراوي مع نزار سلطان المدين مع أحمد أبو جبل بريق بريق مع علاء غدير شيخ البدو مع سالم العقبي أياس أبو جبل على صوت مختار الفانتوم زنور مع براق البريق وعبد الله على صوت مشتاق يلا حبايبنا حبايبنا كمان مرة حبايبنا اللي مالوش شغل يخلي الميدان رجاء كمان مرة سمك 24 الآن سباق كفر مندا هو بعد أسبوعين مدورة الأسبوع اللي بعد العيد على الأربعة اللي على الأرض سائلاتك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع حبايبنا ندين لكم أصحاب الخيول على هذا الصوت الرائع ونسأل الله الصلوات لكل الخيول مع حديقة عزرين حصانه كلها خيول فخر وذخر لأصحابها كلها أبطال مشتاق بطل براق البريق بطل راعد بطل مختار الفانتوم بطل طمراوي بطل سلطان المدين بطل بريق البريق بطل وشيخ البدو بطل كلها خيول صاحبة بطولات ولكن لهذه الأبطال سيكون ضحية خروف العيد هنا في كفر مندا ميدان البطوف يلا حبيبنا على البوابات لم نعد نحتمل صبرا قالت يا إسماعيل صبرا قال يا إسماعيل صبري يلا حبيبنا على البوابات أصحاب الخيول المدربين والخيالي نتمنى التوفيق للجميع لمن سيكون النهائي السعيد يلا حبايبنا بشوط الكبار الجمهور على نار صور خي حبيبنا مجدي المصور المتألق تصوير HD
فول اتش دي. صور ووثق هذه اللحظات الرائعة وليشهد تاريخ ميدان كفر مندا البطوف على هذه العمالقة. الفحول إذن بانطلاقة رائعة الآن الخول بانطلاقة رائعة. أياس أبو جبل يحاول انتزاع الصدارة ولكن سالم العقبي مع شيخ البدو الآن ينتزع الصدارة. شو مختار الفانتوم يحاول سالم العقبي يحافظ على الصدارة. فانتوم عفوا ما زال شيخ البدو يحافظ على الصدارة بالمقدمة. الخيول الآن قبالت المنعطف في الأول وبوتيرة عالية. سالم العقبي على صوة شيخ البدو لا يزال يترهق يتايع على عرش المجموعة هذه. أياس أبو جبل الآن يتأخر للمرتبة الثالثة. زنور الآن يندفع زنور على صوة براق الفريق. الخيول الآن ما بين المنعطفين وبمنافسة شديدة. أفير بن دافيد أيضا يحاول والخيول الآن تراحل بمراحل مهمة. لا يزال سالم العقبي يتربع على عرش المجموعة مع شيخ البدو. الخيول الآن بمراحل مهمة. طمراوي مع نزار أياس أبو جبل يتقدم الآن مع مختار الفانتوم وشيخ البدو يتقدم. شيخ البدو يتشيخ المجموعة. شيخ البدو شيخ البدو بطل عاد للأمجاد. شيخ البدو بطل البلاد. الله أكبر يا شيخ. اخلوا الميدان أزوع الوعد في خير في خير الشباب. شيخ البدو شيخ البلاد شيخ الأمجاد بطل البلاد. شيخ البدو كيف لا يعود والعود أحمد يعود ليحصد الخروف. مبروك معتز غرابة. مبروك أحمد زهرارة رابع مرتبة أولى. مبروك للشيخ شيخ الخيول شيخ الفرسان شيخ الميدان شيخ الفلح والبدوان شيخ البدو بطل هذه المجموعة بهرس ولا أحلى بكل الهرسان. شيخ البدو شيخ البدو بطل هذه المجموعة بمجموعة أتعبتنا. قطع طلقة الكلام على هذه المجموعة الرائعة. كل الاحترام على هذا الإنجاز. يسلم الكاس أكرم عوادي أبو السامح قدح ونادر محميد. تفضلوا لتسليم الجوائز. شيخ يا شيخ شيخ البدو ما شاء الله. دية 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 رموية دية دية مندوية دية دية مدرسة يا سالم العقبي على هذه البطولة المدوية. ألف مبروك معتز غرابة. مبروك الريني. مبروك المدرب أحمد زعرورة. مبروك حبيبنا. ألف مبروك لبطل هذا الصوت شيخ البدو. ألف مبروك ما شاء الله يا شيخ. شيخ يا شيخ يعود والعود أحمد صاحب البطولات والإنجازات. شهد لك كل الميدان كل ميدان يشهد لك يا شيخ. شهدت لك ميادين الزرازير وكفر كنا وأريحة وكفر مندا تنضم إلى الطاولة طاولة الكؤوس التي توضع عليها الإنجازات والعملاق شيخ البدو مع العملاق سالم الأخبي. يعطيك ألف عافية أبو آدم. بصوم بصوم ويفطر على لحم الخروف ما شاء الله. ألف مبروك مبروك الخروف لشيخ البدو. شيخ يا شيخ شيخ الخيول في هذه المجموعة الرائعة. وأي شيخ وأي إنجاز يفتح مسافة في فئة الخيول القوية. شيخ البدو يعجز أي حصان أن يفعل ما فعل شيخ البدو. أحضروا الخروف يا شباب. هاتوا الخروف يا شباب. أمالك يا معتز أمالك أمالك ما شاء الله. ألف مبروك حبيبنا الخروف حبيبي الخروف الخروف وليشهد أين سيستشهد. الخروف لحم الخروف طيب ولحم الخروف مميز ولكن أطيب ما يكون. الفوز بهذه المجموعة أطيب من لحم الخروف. ألف مبروك يا معتز. مبروك حبيبنا الريني. ألف مبروك معتز غرابة. ألف مبروك سالم العقبي. مبروك أحمد زعرورة. ومبروك يا بطل مبروك يا بطل مبروك يا شيخ البدو وشيخ الفلحان وشيخ الفلاحين وشيخ
كل الخيول في هذه المجموعة. شيخ أعلى من أعلى الرتب، ألف مبروك. مبروك حبيبنا شيخ البدو، ألف مبروك أيضا لصاحب المرتبة الثانية الحصان صاحب الإنجازات طمراوي مع مدرب الخيال لزارة رفات. يعطيك العافية نزار على قيادة ولا أروع منافسة من المراحل الأولى. كل احترام نزار، يعطيك العافية، ألف مبروك حاج عبودي طمراوي هذا البطل صاحب الإنجازات والبصمات الرائعة. مرتبة الثالثة الحصان مختار الفانتوم، ألف مبروك حبيبنا فهركنا. مبروك للمدرب العريق صاحب التعب على هذا الميدان أكرم عواودي أبو العدنان، ندين لك باسم هذا الميدان ميدان فخور مندا على تعبك ولدعمك. ألف شكر لحبيبنا أكرم عواودي. التسجيل لهذا الميدان سيكون لدى الأخ أكرم عواودي صاحب هذا البطل مختار الفانتوم. ألف مبروك حبيبنا فهركنا، مبروك عباس، مبروك أبو العدنان، مبروك حبيبنا، كل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا وعليكم خير يا رب. حللتم أهلا ووطئتم سهلا، نلقاكم بعد أسبوعين هنا على ميدان البطوف ميدان كفر مندا. يعطيكم ألف عافية أبو العدنان حبيبنا أكرم عواودي معتز عرورة، وكل الاحترام. ألف مبروك لمسك الختام لحبيبنا الشيخ البدو بطل هذه المجموعة وبطل العيد. ألف مبروك، يكون العيد بعيدين مع شيخ البدو ذئب الخرفان شيخ البدو. ألف مبروك سيدنا معتز، كل الاحترام للمدرب أحمد زعرورة يفتح مسافة بفئة الفحول الكبار مرتبة أولى. ألف مبروك أبناء الفانتوم المرتبة الأولى والثانية والثالثة، شيخ البدو ابن الفانتوم، طمراوي ابن الفانتوم ايضا، ومختار الفانتوم ابن الفانتوم. الف مبروك، مبروك احمد زعرورة، الف مبروك المراتب الاولى، كل الاحترام وكل عام وانتم بخير.